عاطفيا ويعني ممكن جدا تستغل هذا. طب ايضا بخبرات حضرتك الاداريه والاستثماريه وحتى الانشائيه يا باشمهندس شريف، يعني تاريخك طويل ايضا في هذا المجال عمران، يعني الطفرات الانشائيه اللي في النادي الاهلي اذا قدر لحضرتك متابعتها حتى من خلال وسائل الاعلام، رغم التحديات الاقتصاديه واخرها جائحه يعني كورونا او كوفيد 19، شايف ايضا هذا الاداء من الكابتن محمود خطيب ومجلس ادارته ازاي؟ لا هو نجاح بلا شك، يعني هو برضه انعكاس لاداء الدوله بشكل عام، يعني طبعا الدوله مصر كلها في قفزة، الدوله يعني كلها يعني الحمد لله في نمو، بتحقق انجازات وافتتاحات في مجالات انشاءات كتيره، حتى بتستضيف البطولات الرياضيه. صحيح. في ظل ظروف صعبه بيواجهها العالم، فبالتالي ده كله بيبقى دافع لكل الاجهزه، والاهلي خد برضه هذه المبادره وقدر بيواصل عمليه الانشاءات والتطوير في ظل الظروف الصعبه. صح. ده وده بيدل على انه يعني الكيانات جزء القويه من المنظومه. صحيح. الكيانات القويه بتقدر تصمد قصاد اي صعوبات بتبقى موجوده او تداعيات. هل هناك نماذج اداريه المهندس شريف حبيب بيقف امامها؟ اذا قلنا يعني واحنا كنا منحازين ومتعصبين شويه للنادي الاهلي على نفس المستوى او على نفس المنوال يعني او قريبه حتى في مصر، يعني يعني انا عايز اقول برضو يعني في طبعا انديه، بس يعني ما حصلش التطور فتره الاخرانيه بشكل كبير، يعني في انديه خاصه وفي انديه مؤسسات، يعني برضو من الانديه طبعا المقاولين العرب كنادي مستمر برضه في عملية التطوير طبعاً. ويقدر يضيف إنشاءات، ونادي إمبي لا وحقق نجاحات عظيمة، يعني نتكلم عن فترة التسعينات وما تلاها، لا وفي كان نموذج يعني والفترات حتى الآن. صحيح. يعني الحقيقة صحيح. وحقق مركز متقدم جدا جدا في الدوري وأدى أداء رائع بالإضافة لعناصره المتميزة، يعني بالظبط كده. وفي البنية الأساسية برضه بيقدر النادي المقاولين العرب، نادي إمبي برضه بيضيف انشاءات بشكل كويس وبيعمل تطوير، يعني نادي إنبي دلوقتي بقى مؤسسه رياضيه كويس ويعتبر من نماذج. طب ده يعني انه انديه الشركات او الانديه الخاصه متفوقه او محظوظه عن الانديه الشعبيه والجماهيريه كابتن باشمهندس؟ هي المنافسه ما عادتش، يعني انا برضو نرجع لها، لان انا شايف موضوع الاستثمار يعني علامه استفهام اي مستثمر خارجي او حاجه، ان هو يستثمر في نادي غير جماهيري يعني علامة استفهام، مشكلة كبيرة. أنا مفروض في بره أنت بتقيس الاستثمار أو بتبقى بتدور على النادي الجماهيري حتى لو هو مش في مركز، يعني في الدوري الإنجليزي أصغر نادي عنده جمهوره. صحيح. عندنا نصر سويرس يعني استثمر في أستون فيلا وغيرها. وفي نماذج بقى في مانشستر سيتي وخلافها من بعض يعني أشقائنا العرب.